في عند مني مريض. ثلاثة اثنين. ثلاثة اثنين. ثلاثة. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. لا حد تمسك يا مهلولة. أنا أكيد يا عد. ثلاثة اثنين. لا حد تمسك يا مهلولة. ثلاثة. ثلاثة اثنين. سوري منكم. ايه شبكي زهرة؟ يعني لا تقولي علي درصة. ايه لك ماشي. طبعا طلع فوق الاماني. فوزية؟ وي وي بالله عليكم. هيك كان اخذوا معتز. اي والله يا سيد مأمون. بسيطة 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 يا ابو احمد. يا ابو صبحي ابو خليل. لك هدى حبلي وانا ما صدقت على حالي. ايه بدها حبلي فهمي يا حيط يا بارا. شو هالحكي يا ابو الهول؟ طاير شي لعقلك؟ كانك عم بتخربط معك. دخلني عفيته كال؟ طبعا كال. لكن شو بدي عبدي عيران؟ ايه والله صحيح انا شو اللي حالي؟ لك دخلي قلبك يا ابو ساطو. وينك يا شو؟ قل له وينك؟ مروق لعندي بعد شوي بعطيك حصتك انت وال يو رح قل له انت والمدام. بس بيني وبيني خايفة عليها من والله يا مرت عمي ما كان قصدي انه احرقه. هو انحرق لحاله بعدين انا نسيته. هلا بيصير لي جاهه وعجوه. قومي شريفة اشربي الدواء من ايدي. يلا يلا عم اقول لك قومي. هاي هاي انا تركيت عليها. شو بيعرفني؟ هي هيك فوزية قالت لي ان الولد اسماعي وراحت لها بده يجي ضروري. مضطرين عيدها ان شاء الله دايما. سمعت الله يديمها نعمة علينا. قديش معبي بتمك معقول. قول يا ابو حاتم زوجتك ابنتي يا حميدة. زوجتك ابنتي يا حميدة. زواجك حديث سيء. اسمعي شوفي 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 هاي إله شوفي إله الناس تشوفت حلوان مثل ما هدوني ماجي اللي متعاوية فيه. لك شبك ليش عم تولولي فقل زي بدك تاخدي بنتك شريفة وتروحوا لعند واحدة دجالة؟ بس يا عبي بس انت نعم جد وحياة الله نقذت والله نقذت. يلا وكيف كان قاعدة بعافيتي ايش كان قاعد بكذب يعني؟ روحوا بعطوا اي واحد من عنكر يشق عليه ويطمر عليه، يعني لو كان بده يفسد عليه كانوا اخذوه لحد لما بيان، كان ضريته وضريت الحكيم اللي عالجه من عيده خمسه. لا يا زلمه يلا يلا ابي يا شيخ وين الواد ابو دراري؟ يا اخي خلص انهار من الشمال. لك شو بعمل لك يعني؟ يا ابي يا شيخ الزلمه وينه يا هلا؟